حاجه شافي واحد من الصور عادي جدا. عملنا الحمد لله بفضل الله عز وجل استفتاء حوالي تلتين الميدان، ووقف معايا برضو الاستاذ الكبير كمال عيطه، والحمد لله وافقنا على نفس الطرح اللي هو من قتل ابناء مصر لا يستحق حكم مصر، ومن سكت على قتل جنود مصر على الحدود لا يستحق خدمة الجيش المصري، لا يستحق خدمة الجيش المصري. فالمجلس العسكري سقطت شرعيته بسقوط اول قطر دم في ميدان التحرير، فهو غير صالح ولا يملك اي شيء على ارض مصر ولا يملك اي فرد من افراد مصر. فاي قوة تقول ان انا انزل انتخابات دلوقتي، مين اللي هيعمل انتخابات؟ من لا يملك لمن لا يستحق، هذا هو حال الوضع دلوقتي. فالحمد لله تم الاتفاق في ميدان التحرير على تجاوز العيب شيحة اللي هو المشير واعوانه والاربعين حرامي، ان هم اول شيء اول مطلب قالت او خلع المجلس العسكري من إدارة شؤون البلاد وإعفائه وإعفاء أعضائه من مناصبهم العسكرية، تجريدهم مرتبهم العسكرية. دي ثورة مش سياسة. اللي بيلعبوا سياسة دولت ما كناش قمنا بثورة، وكنا سيبنا مبارك 6 شهور وما كناش ضحينا بأبنائنا وأولادنا لحد دلوقتي 10 شهور. المطلب الثاني مجلس رئاسي مدني. مجلس رئاسي مدني حضرتك، مجلس رئاسي مدني ده مكون من 3 أشخاص أو 5 أشخاص، واخد بالك حضرتك؟ والحمد لله جمعنا الاتفاق عليهم في تلتين الميدان الحمد لله، تقريبا البرادعي وحازم صلاح أو عبد المنعم فتوح، حمدين الصباحي أو حسام عيسى. المطلب الثالث قبل ده كله طبعا الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين اللي تم اعتقالهم ومحاكمتهم محاكمة عسكرية بناء على الثورة، خلفية الثورة المصرية. المطلب الرابع هو المطالب الحكومة دي أو المجلس الرئاسي المدني تطهير شامل طبعا المؤسسات الداخلية والخارجية ومحاكمات ثورية، أهم شيء محاكمة كل من أجرم في حق مصر وتحقيق العدالة الاجتماعية لبقية مطالب الثورة. إن شاء الله ربنا كما نصر الثورة أولا سنصرها ثانيا. وطبعا الحدث اللي حدث ده اللي هو 50 واحد مصاب يلموا هذه الحشود، نفس السيناريو بتاع 50 المصابين الاول اللي هم عملوا معاهم الموضوع ده. انما انا كطبيب ومتابع دلوقتي حوالي 1500 ل 2000 ده مصاب بس اللي هم عن طريق عياده عمر مكرم، مش عمر مكرم ثاني، لسه ما حصلناش الباقي. انما تعدى القتلى والشهداء الى 70 مش 50. فحضرتك هذا اجرام، هذا القنابل المسيله للدموع احنا بنتمناها دلوقتي، لان القنابل اللي بتتمناها معناها السي ار والسي اكس والكلام ده، دي محرمه دوليا، تستخدم داخل المباني السكنيه، ديت بتستخدم في فض او الهجوم على حصون العدو، دي درجه تركيزها وهي نازله في الجو 17.8، سموميه عاليه جدا، توكسيستي عاليه جدا. فدول مجرمين مش بشر، دول ليسوا بشر اطلاقا، يعني دول الذراع الطوله، دول الذراع الطوله لليهود لامريكا. بس ساعتك ده رايي انا، دول ليسوا بشر، دول مجرمين، دول مجرمين، دول مجرمين، مجرمين، مجرمين. لو سمحت.